هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص العيد الحمد لله الحمد لله، ما عملوش أضاحي من هذاك النوعية وعيدوا. صحيح قالوا أعيادنا جبهاتنا، لا لا لا، الجبهة الثانية، الصورة الثانية، خلي ذي جبهة الهرف بنرجع له. أيوة صحيح قالوا أعيادنا جبهاتنا ونزلوا صور الخريط وإنهم يا لطيف والهنجمة، ومن راح الجبهات وبقى في الجبهات إلا الهوب العيال القبائل المساكين تتقارح رؤوسهم عشان مين؟ عشان الإمام المحجب بالجرف ابن الإمام المضلل بالغمام. صحيح هذا كله لكنهم جلسوا راضين في صنعاء منتظرين للفحاط ويلفخوا من هذا قصع بردقان العيد، تغليف فاخر في علب التحليل حق المختبرات. أعزكم الله، صموت ولا بعده. المهم قبل لا ما نروح نشوف آخر التفاحيط حق المخلوع خلعاً، لازم نمر على إيش قال. قالوا الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وبعض الوزراء تزور الجبهات الإمامية بشراسة، وقع لهم زفة. شوفي يا بلقيس، أنا أحبك أنت والوالد والوالدة، ولو كنت موجود أنا كرم إن أنا حضرت حفلتكم، لو التذكرة ببلاش طبعاً كم إن أنا حضرة مين. الموضوع ما لهش علاقة بفنكم الجميل خالص، له علاقة إنه الوضع حساس قليل، حاربوا كذا. الانتقادات كثرت طبعاً، وباستثناء وزير الثقافة، وزير الثقافة على جنب، عمله مهمته الثقافية. أما هذه الرسالة يعني المفروض ينجزوا ما عليهم أول شيء وبعدين يروحوا يترفهوا. عموما الناس ما قصروش معاهم بالسوشيال ميديا، بس بعض التبريرات مستفزة أكثر من القصة. طيب انقفشتم، انطموا، اسكتوا، ولا ناقص، عاد في بلا قافة وأحزمة ناسفة. وبعدين من اللي خيرك أصلا من الأحزمة؟ يعني يا هو حزام ناسف يا حزام من ده. للتذكير ذولا قالوا أيادنا جبهاتنا وبس وخلاص، ما حد من شميتش الأعداء، والحمد لله الشعب صاحي صاحي جدا. قالوا قاضي حوثي هو أخوه راحوا يزوروا قبر مدري من هو الإمام البزرميطي المؤيد برب العزة، ولما رجعوا دخلوا مطعم ونزل شيبة من السماء حاسب عليهم وما عرفوش منه، وصاحب المطعم ما رضى يشيل الحساب. مش بس سرق يا جماعة والله هاطين كالعادة، إلا فوقها خرط وكذب ولصوصية وقلة كرامات، وتلاقي بعاء عملوا لهم لايقات. هذه قبور ولا مطاعم فحساء؟ يلا ورونا الكرامات، بكرة نشوف قبر الإمام ابن حمزة لأجود أنواع الفحسة والسلتة، وقبر الإمام الهادي للحنيد والصيادي، وقبر الإمام الحوتي لله. ما فيش أكلة اسمها قريب من هذا القرف. إن رواتب خلق الله يا لصوص المسيرة البردقانية زلقت السنة وانتم من خبيرة إلى خرافة، وحاسكم تتنبعوا فوق أصحاب المطاعم كرامات ولهط. قالوا نشر الناس صورهم للتضامن مع الطفلة بوثينة إحدى ضحايا قصف عطلان اللي فقدت أسرتها النازحة أساساً من قصف الحوثيين في تعز الله يرحمهم، وكان التضامن ماشي زي الفل زي الفل من ناس طبيعيين متعاطفين شباب وكبار وصغار، لكن ما يوسخ المي إلا أخس البقر. يحيى عفاش وحسن زيد تضامنوا، الله الله، يحيى غازات وضحايا كيف يفعلوا،
كيف تضامنوا معاهم كذا. وانت حسن زيد قصصك لو ننعتها مع التحريض بقى تتعامز من صدق، عيونك التنتين بيتقفلوا. ما نقول الله الله يرحم ضحاياكم وكل ضحايا، وخلوا البثينة حالها. قالوا الحوثيين بدأوا موسم اللوحات والرنقاقة والخرق الخضر، وطبعاً ما تتجمعش هذه المناسبات إلا في سبتمبر. تقولوا ليش؟ إيش الرابط بين سبتمبر وولايتهم؟ فكروا فيها. عموماً فلوس يا أصحاب اللوحات، ها؟ قال لك الولاية، قال لك التشليح، وكل أسبوعين معهم خبيرة. ما حد اختنى في اليمن من يوم ما أقول حوثيين إلا شركات الدعاية. طيب فين فلوس الناس؟ وين الرواتب؟ فين حساب المطعم حتى؟ هذا الجراف، هذا الضنا والحراف. أيها الشعب العظيم، كل ريح وشعارات وخرخ خضراء بمئات الملايين. أبو عفشفش مصر يتهزى حتى الرمق الأخير، ما تعرفش إيش يشتي يقول من كل هذه القنبعة والخطاب والتصريحات. فهيعمل فيها سبعة البرنبا وما بوش فحاط، وفي الأخير عمل له الصوفي لقاء ياهو فحاط في بوتفاحيط لما انقلع التواير قلع. عموماً خلونا نعمل لفة ونبدأ المشوار. دق السيلفي يا نبيل. على بركة الله. إلى حوار خاص مع رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح. أرحم بك محمد الزعيم. أهلاً. أهلاً كده بس؟ الخبير لابس محتفش ويندع كل الأوصاف وترد أهلاً بس؟ يلا ما معك إلا تهنجم إلا فوق ذا المسكين. أهلاً أهلاً وماله؟ معلش أتحمل يا نبي القدك، داري ما وقع. لا توجد أي أزمة أو خلاف على الإطلاق إلا في مخيلات أولئك أصحاب الخلافات والذين يزرعون الشقاق والخلاف، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. أوف، من أولها تفحيطة يا جماعة. كيف ما فيش؟ هذه يسموها في علم النفس حالة إنكار الواقع للضحية اللي يعيش صدمة. بعدك ما فيش ولا مخلوق ولا خلعان ولا معدقاق ولا شيء، الأمور صبور. حتى هذا هو اللي اشترك بطقم بقولة المصباحي، راضي لنفسه رابح. بس ما لك كذا ضابح منتوف والكلمة تخرج غصب. يا نبيل أجيت له بعد قاعد ولا مواصل سمرة من الليلة في السبعين؟ الناس في العيد يقو كذا ملمعين مزقرعين، يعني يعلم الله كيف كان عيده ملموخة. دهفة دهفة يا نبيل دهفة. ها أنت تمام. خلاف في عقول أولئك المفزبكين. قلنا لك طيب دوس، بس لا تقنفش. سمعنا صوت الأكزوز عن فل، وأبلغونا أن هناك مخطط عند المؤتمر يعني يسيطر على مؤسسات الدولة. قلنا كيف يسيطر على مؤسسات الدولة وهو جزء من مؤسسات الدولة في إطار الشراكة التي وقعت بين المؤتمر والإخوان في أنصار الله. أنا أقول لك، أنا أذكرك وأنا أشرح لك يا أبو عفشفش. فاكر حكومة الوفاق والشراكة و80% معكم وانقلبتم؟ أكيد الآن تجي تضحك على الحوثي، ما احنا دفنينها سوا. واصل واصل لا توقف، بقى تتعب الصوفي نتواع. ذهبت رسالتين إلى الأخ عبد الملك الحوثي ورد عليها رد إيجابي، قال ما في مشكلة وعلى بركة الله. وين أقو أنا نازل؟ وين أقو أبو المؤتمر صحي؟ المؤتمر سيسترد الجمهورية وثورة سبتمبر. رسالتين استئذان مش واحدة، واحدة مبخرة والثانية معطرة. الأولى قال له الحوثي يلا تمام ما بس لا تتأخرش العيال لحالهم، ورجع يرسل له الثانية يقول له فيها قل ذكر الله أنت راضي ونفسك طيبة يا بعلي ولا ما باروحش؟ قال له خلاص على بركة الله بس من دون رخص. سبحان الله، طاعة طاعة.
بس الناس عيونهم حارة ومليانين حسد. هذا ما في شك، هم يشككوا في هذا بين الشركاء الذين بين الشركاء الذي يواجهون العدوان، هو المؤتمر وأنصار الله. أتعلموا لو الناس كلهم يحبوا بعض كذا ما انخربتش بيوت. يا حنين يا صاين العشرة يا حما علي، تعال هنا قل لنا كيف فعلت بالخبير لما ربك كذا. الناس كلهم يشتي يعرفوا الوصفة، في بيوت كثير بتنخرب بسبب العناد ده. ايش سويت بالضبط؟ في شفافية مطلقة، أي شيء مخفي على الإطلاق، لكن دعوا هذه كما أنصح إلى لجان قادرة وقوية وتستطيع الوصول لكل شيء. أيوة، لجان تفحص بالسبعين وتخلي مربط العاصي شبه. هيا من فين لكل الأزواج شاصات ومتبردقين؟ سرك باتع يا برميل ثورة القرعة، زرقتها من دون ما تغسل. أبو عفشفش الله شم عرف البردقان وشاف الليدي تنتوع له قليل بالمصباحي، قلب سمعان وطاعة. ها، ما فيش خلاف، قلت لي هذا في خيال وأمنيات دول التحالف. هاي والصدق لازم تخفيه أو بعض دول التحالف. ها، عاد فيك الخير، ساعدنا قليل. أو في خيال المأجورين من دول التحالف. بس عندك صدمت، افتح الكور ودور لك غريم بدل اللي كان حما علي البرميل. برد قليل قدك تعب بالتاس وكنباع، وانا بطلع فاصل وارجع لك. ابقوا معنا مع ابو الشفحات. ما بشفحات يا ابوكم ومرحب. امانه قد ريحه الاستديو دخان طفاحيط ابو عفشفش. لا رحمك، بس اللي لاحظته انه الموضوع زاد عن حده قليل. اوكي اختبط وتهزا وزادوا له المخلوع خلعان، بس برضو ما يجيش يكين كذا ويتماوت ويتريحم. اوفر يا جماعه، ولا يتهيالي ما حد حاجة للانقلب، نحن ننقلب على أنصار الله ولا هم حاجة أن ينقلب عليه. يا مسكين يا رحيم. أيوة يا جماعة، في تنويمة في الطريق، مش معقول كل هذا الضعف، مش معقول البتاسة هذه، مش معقول الانبطاح هذا. ولو كان حق تحالفات لكان تحالف عندما عرض عليه الملايين من الريالات والدولارات أن يتحالف مع الانصار هذه وحركة الإخوان المسلمين ضد أنصار الله قبل دخولهم إلى صنعاء. شوف بدأ يصب اليانسون ويهدي الأعصاب ويشغل الهندول. المؤتمر موجود وقدم خيرة قياداته من العسكريين والمتطوعين تحت قيادة أنصار الله. أبرم خيرة قياداته. أقول لكم في شيء، له 5 أشهر وهو يمد الأيادي للحوار مع الأشقاء في السعودية، لكل واحد وجه ولكل قرعة برعة. هي يا حوثة لا تسهنوش، هو قد تموت كذا لما حرق، وآه لنتم بخير، آه أنا بخير، ورحموها الناس وتموت في السعودية. ونشكركم على الرعاية وكرم الضيافة، وبعدين بالسكود، والآن تحت قيادة أنصار الله وإحنا بعدكم. بس ركزوا على الجاي. السياسيين في صنعاء يجب أن يتعمقوا في الفهم على كل المستويات ويفهموا أبعاد الحدث في المنطقة. أيوة أتعمقوا، مش كل من قال أنا تعب مريض. شوف يا مؤمن كيف انتعش، شوف كيف انتعش من بداية المقابلة للآن. بدأها ميت يرحم، ينطق بصعوبة وينتوع ويقنب ويفحط. شفت كيف يا حوثي من أكله؟ أتعمقوا ولا بيعمقكم؟ ينجح مقاتلنا اليمني في الجبهات بشكل قوي، واجه ترسانة من الأسلحة وفارق قوة ضخم، ولكن يبدو أن السياسيين في صنعاء ليسوا على قدر الكفاءة التي لدى المقاتل في الميدان. وحمى علي أفتهم لك، يترقبوا ومخضرمين
وقد برموا كم منه. القصة مش شوية أتقوم و300 متبردق ميري هنقموا بالسبعين ويلقطوا صحات الفاضية. أسمع أسمع، هذا أنا أعتبرها ترهات، استعراض العضلات وخروج طقم وطلعوا طقم ونزل طقم، هذا كلام كلام كلام. حم علي أوبا يا برمين، لا درقانش الخبير قال في دهدكم للقبهات، والأهبل حقكم فارح بالمقابر إن قدها مليان، سيروا عينوا المقابر منهم بيرقدكم شكله ويمكنكم، أنتم القيادة أنتم السلطة، وأنت تصدق وتفريش تمكنوا هارنقاق وخرق ولوحات وفي الأخير برهمن. ما عليش يا حمد علي، أنقع وركز على الحتة دي. من أين مصدر الثقة هذه؟ هذا ثقتي بالشعب، لأني أصلي مواطن من الشعب، وأنا انتخبت كمواطن من الشعب لن آتي على فوهات الدبابات أو على فوهات المدفعية. شفت كيف بيلمح لكم أصلي وما أصلي؟ ناقص يقول مرة ثاني ولا معي ملازم، وعاد باقي خبيرة ما حد مصدق له فيها، بس برضو لازم تسمعوها تدللك على النوايا والبرمن القادم. نقدم التنازلات تلو التنازلات، لكن لا على حساب المبادئ والقيم لثورة 26 سبتمبر، يفهمها القاصي والدازي. هاي ارحم يا ضباط أحرار، من دي الناحية يا حوذي أطمن، القاصي والداني والمدندن عارف بدا العكفي، بس عادوا يضحك على الهبلان، وعلى فكرة ممكن تضبط معه، وشوف كيف يزرق الرسائل إياها للي يسميها الشقيقة. أقول لكم برمان برمان، يتهبش في كل اتجاه ويتشعبط مع كل موتور. أمن جيراننا من أمننا، وأمن أمننا من أمن جيراننا، لا نشكل الادعاءات الباطلة والمزيفة والكاذبة أننا نشكل خطر على أمن الجيران، هذا كلام كذب. أمننا من أمنكم وأمنكم من أمننا. كي قولة خمس برات سريع، أضحك حاك أضحك حاك، وتفحيطة مرتدة ولا أخطر من المرتدة حتى في الكرة. هي مش قلت إلا قدمت خيرة مقاتلينك المتطوعين والعسكريين في الجبهات تحت قيادة البزرمير المنسوس، ارتبش حتى الصوفي ورجع يردها. هم يقولون انه حتى استهدفتموهم ضربتم صواريخ. هذا كذب، هذا في إطار الزيف. هذا يعني انه ماذا يا حمى علي يا ابو اللقن واللقان، يعني هم الحوثة بس غرماكم يا سعودية وتحالف. اني بريء منك، أنا مسكين منزوع الأنياب، مدري ليش قلبي كذا مقبوض عليكم يا حمى علي، السهن أنا حقه ما تطمنش. اتركونا، احنا أنصار الله نرحب بخطرهم علينا ويرحبوا بخطرنا عليهم، عن فهد اتركونا. عنتفاهم يا رجال، عاد الناس اللي بعضهم كيف نترككم؟ تشتي تبربهم؟ قد عبوا المقابر وفارحين ها على شخارة في القرف، مزقرع النقد سلالته وأتباعه في المزرعة السعيدة. نتركك فين؟ لما تكمل علينا الثروة الحيوانية دي كلها بعد اللي شفطت من ثروات ما يقاعش، زلقتوهم وانت مخبي أصحابك. شوفوا إيش قال في السبعين، مش بالآلاف ولا بالمئات، بعشرات الآلاف من المقاتلين، عشرات الآلاف من المقاتلين الموجودين في مساكنهم. ها في مساكنهم، وانت يا شخواه في المزرعة السعيدة في مقابرهم، ما باقي منهم إلا الصور. البرمان التفحيطات المرتدة، في البداية مش حاربي والقدي، ولما زلكهم والآن هذه آخر نصايحه. انت تنصحهم يرقدون للساخنان؟ أنا أنصحهم أنهم يرقدوا. هاي وضحكة من القلب، ليش نصحكم ترقدوا الساعة 8؟ لأنه ولا نقص عرض 9:30 ويشتيكم تفوتوا الحلقة. هيا ارقدوا ونوم الهناء والعافية وبرمان سعيد، أشوفكم الأسبوع الجاي، سلام عليكم. لا 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 لا